كيف يتعيش الجواسيس؟ كيف يتعيش أصحاب الأطماع؟ لابد أن يقولوا هذا الرجل مدعوم من السعودية، أو هذا عميل للإمارات، أو هذا يسبب ضرر على عمان، أو هذا كذا وكذا. وربما قالوا عنده قاعدة، والله ما عندنا قاعدة ولا نرتضي قاعديا، ووالله ما تذهب مظلمة، والله ما تذهب مظلمة على أهل السنة إن لم نجد عاقبة بغيهم في الدنيا سنجد عاقبة بغيهم في الآخرة علينا. هذا هو الذي نطمئن به ونلقى الله به. يقول: جاء بعضهم اليوم بعد صلاة المغرب يسألون عن الشيخ يحيى كأنهم يريدونه. الشيخ يحيى في مكة المكرمة يعبد ربه ويطوف ببيته وفي حرم آمن، نسأل الله أن يحفظه ويحفظ جميع علماء السنة أين كانوا وأين حلوا. لكن بعضهم تأتيهم أخبار من الكذابين على أنه انتقل هنا وهناك، وهذا كذب، يتأكلون منه، يتأكلون من بعض المسؤولين ويتأكلون من بعض الناس أموالا مقابل هذه الأخبار الكاذبة. ونحن ننصح أولياء الأمور أن يتثبتوا في شأنهم وأن يتواصلوا بأهل الشأن فيما يشكل عليهم، وأهل السنة ظاهرهم وباطنهم سواء بفضل الله، كما رأيتم أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب لا يستحلونه ولا يتعاطونه مصرين عليه. فبدل أن تسمع للكذاب ويأخذ منك أموالا كثيرة وتلقى الله بظلم ربما تفعله بسبب هذا الكذاب، ارجع يا أخي إلى أصحاب الشأن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأهل السنة بحمد الله في بعد عن أفكار داعش، عن أفكار القاعدة، وعن أفكار الرافضة، وعن أفكار الصوفية، وعن الأفكار الحزبية. شأنهم شأن السلف الصالح، يتعبدون لله عز وجل بالتوحيد وينقادون له بالطاعة، وفي بعد عن الشرك والتنديد، ويبغضون الثورات والانقلابات حتى ولو كانت في بلاد غيرهم من المسلمين. لما وقعت الثورة في ليبيا حذرنا منها ونحن نبغض القذافي، لكن حذرنا منها لضررها ولعدم مشروعيتها. وهكذا وقعت الثورة في سوريا لم نرضها ولم نؤيدها مع أننا نبغض بشار أسد. وهكذا وقعت الثورة في مصر وحذرنا المصريين من الأخذ بفتاوى القرضاوي في ذلك الوقت، لأنه أفتى بجواز قتل الضباط ونحو ذلك، وأخرجت فتوى في حينه. وهكذا غيري من المشايخ والعلماء. وهكذا نحذر من الثورات والانقلابات في أي بلد مسلم. والله ما نحب لشعب من المسلمين أن يقع فيه القتل والقتال والثورات والانقلابات والاعتصامات والمظاهرات. وكم ننصح لدول الخليج، كم ننصح لدول الخليج إذا وجدنا من يقول هكذا وهكذا، نقول احمدوا الله، احمدوا الله يا من أنتم في بلد المملكة العربية السعودية أن حالكم ليس كحال اليمنيين، شردوا ولحقهم الضرر بسبب الثورة. وأحمد الله يا من أنتم في عمان، وإياكم الخروج على حاكمكم، والتزموا طاعته بالمعروف. مع أننا نحذر من المذهب الإباضي علميا لمخالفة عقيدة السلف، لكن لا نفتي بالخروج أو المظاهرات أو الاعتصامات
أو التفجيرات أو التكفيرات أو غير ذلك مما يتعاطاه أهل البدع الذين قال عنهم السلف فرقتهم البدعة وجمعهم السيف. فقال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف، إلى غير ذلك. ونحذر جميع البلدان الإسلامية، ليس محاباة أو طمعا فيهم لكن لله سبحانه وتعالى. إلا ماذا أعطانا علي عبد الله صالح؟ ماذا أعطانا؟ بل بعض الأحيان كان يؤذوننا في النقاط العسكرية، وربما بين الحين والآخر يصلون الأمن السياسي أو الأمن القومي إلى دماج، ومع ذلك نحذر من الانتخابات، نحذر من الثورات، نحذر من المظاهرات، نحذر من كذا وكذا وكذا. لله، لله. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمثلا الآن لما نزلنا إلى هذه البلاد، بلاد المهرة، يعني صوروا أن نزولنا عبارة عن دفة من المملكة العربية السعودية، والله لا أمرتنا ولا بيننا وبينها شيء من اللقاءات أو الأموال أو الأوامر أو شيء، بيننا وبينها حكومة مسلمة نسأل الله لها التوفيق والسداد، إلى غير ذلك. إنما نزلنا فرارا بديننا من الفتن، ولا نزلنا لا من أجل عمان ولا من أجل أننا نغير فكر أهل المهرة. أهل المهرة على خير، والأصل فيهم السنة والأصل فيهم الخير، ما دعوناهم يوما إلى غير ذلك، ولا عندنا غير ذلك. لكن كيف يتعيش الجواسيس؟ كيف يتعيش أصحاب الأطماع؟ لابد أن يقولوا: هذا الرجل مدعوم من السعودية، أو هذا عميل للإمارات، أو هذا يسبب ضرر على عمان، أو هذا كذا وكذا. وربما قالوا عنده قاعدة، والله ما عندنا قاعدة ولا نرتضي قاعديا، ولا أعرف أني قد جالست قاعديا يوم من الدهر، ما نعرفهم إلا أننا نسمع بهم. لكن إن جاء أحد سألنا عنه واستفصلنا في شأنه حتى نتأكد أنه على عقيدة السلف أصحاب الحديث، فإذا تأكدنا من ذلك قبلناه على العين والراس. ومن تغير عن هذا المعتقد الذي ندرسه ونعتقده وندعو إليه مصيره الطرد والبراءة منه، إلى غير ذلك. ما عندنا غير هذا، ما عندنا غير هذا ليبلغ الشاهد الغائب. نقول ذلك لله، ونحن نعلم أن حياتنا بيد الله، وموتنا بيد الله، وانتشار الدعوة بيد الله، وكذلك خمود الدعوة بيد الله. الأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله من قبل ومن بعد. لكن نقول هذا لأن الناس مساكين يسمعون، يسمعون ويصدقون، والله المستعان. يأتيك الزائر من بلاد بعيدة، يأتي صاحب تويتر: جاء القيادي السلفي فلان ابن فلان. ما عندنا قيادات، عندنا مشايخ سنة، عندنا طلاب علم، لكن كلمة القيادة هذه تخلي المجتمعات التي ما تعرف السنة والدعوة السلفية تتأثر من الدعوة وتتخوف. هم عند أن يطلقوا على فلان من مشايخ السنة بأنه قيادي يريدون تخويف المجتمع منه. نحن ندعو الناس إلى التوحيد، إلى العقيدة الصحيحة، إلى العبادة الصحيحة، إلى المعاملة الحسنة بينهم وبين الله ابتداء، ثم بينهم وبين المخلوقين، بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. وما سيرضى الذي ما سيرضى ما سيرضى. نحن إنما نقول هذا الكلام من باب أنه قد رفع السؤال، وإلا الذي ما هم صدق ما هم صدق ايش تفعل به؟ مثل ذاك الموسوس صاحب الوسواس القهري، قال بأنه حبة، ذهبوا به إلى الطبيب ويقول: أنا حبة، والديك يريد أن يأخذني،
عالجه الطبيب وقال له لا أنت إنسان، انظر إلى يدك، انظر إلى رجلك، الحبة ما معها من هذا، وأنت تتكلم وتمشي. بعد ما تعب معه قال ها والله أنا اقتنعت أني لست بحبة، لكن من الذي سيقنع الديك؟ فبعضهم هكذا، بعضهم هكذا، وبعضهم عنزة ولو طارت، يعني يريد أن يجعل أهل السنة دواعش دواعش بأي حال. والله لو كنت على مبدأ الصوفية في زاوية من زوايا المسجد وأنت سني سلفي عند داعشي داعشي عندهم، نسوي لهؤلاء إيش نفعل لهؤلاء؟ نحن علينا أن نكون صادقين مع الله، صادقين مع الناس في حسن المعاملة، ومن قبل كلامنا قبل، ومن لم يقبل يبلط البحر. والله ما عندنا غير هذا، والله عز وجل هو الذي يحفظ أولياءه، وهو الذي يعلي شأنهم، وهو الذي يدافع عنهم. ووالله ما تذهب مظلمة، والله ما تذهب مظلمة على أهل السنة إن لم نجد عاقبة بغيهم في الدنيا، سنجد عاقبة بغيهم في الآخرة علينا. هذا هو الذي نطمئن به ونلقى الله به. ومساكين في البلدان الإسلامية عندهم اشمئزاز من صاحب اللحية، يا أخي والله ذهبنا بلاد كفار، بلاد كفار. ندعو إلى الله ويعرف أن صاحب اللحية يعني قد تميز بلحيته، أصبح أصحاب التنظيمات المخالفة ربما يلبس له جنز من ذاك بولني، ما عاد إلا من حق الجنز العادي، هذا جنز جديد، جنز بولني، والجنز ذاك المشطط المقطع. ومرة من المرات كنت في فنزويلا وجاءهم بلاغ على أن الطائرة فيها عملية إرهابية، وتعجبت والله أني على الكرسي حقي جالس بجبتي ولحيتي وعمامتي وجميع شأني، والله ما كلموني بكلمة لا صغيرة ولا كبيرة، ويدخلون إلى الطائرة يمسكون هذا الذي من أسوأ الحالات في لبسه في حلاقته في شكله، ويأخذونه إلى التحقيق، وثم يأتون يأخذون الآخر وفتشوهم ونزلوا حقائبهم، فأنا جالس على كرسيك الأمير والله ما واحد تعرضني، لأنهم يعرفون، قد عرفوا أصحاب المناهج الفاسدة وأصحاب المناهج الصحيحة في الجملة. أما هؤلاء أصحابنا ما رضيوا 40 سنة في اليمن، والأمن السياسي اليمني ما رضي يقتنع أن السلفيين على طريقة مرضية، وأنهم في بعد عن جميع الحركات التكفيرية والتفجيرية، لأن أسيادهم يقولون لهم هكذا، هؤلاء أصحاب كذا أصحاب كذا. قال الجدر للمسمار لماذا تشقني؟ قال سل من يدقني. أسأل الله القدير أن يكفينا شر كل ذي شر، هو آخذ بناصيته. قال لي بعض المسؤولين مرة، أنت لما تتكلم في داعش والقاعدة ما تخاف منهم؟ قلت والله أخاف، لكن لابد نتكلم، الإسلام أمرنا بالكلام، يجب أن نتكلم، وإيش نفعل؟ ومع ذلك ما يرضيهم هذا إلا أن يشاء الله. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هذا الذي نقوله وهذا الذي نعتقد، والله عز وجل هو الذي سيدافع عنا، وإذا أراد غير ذلك فالأمر أمره، نحن عبيده لا نغير ولا نبدل. والذي يكذب علينا من الجواسيس ويرفع التقارير ويستلم بها الأموال، سنقف نحن وهو بين يدي الله إن كان يخاف الله، أنا أحذره، سنقف أنا وهو بين يدي الله، ووالله ما يمضي إلا وقد أخذت مظالمي منه، لا صبحهم الله بالخير ولا مساهم. والله ما عندي يعني قدرة على طبع كتاب حكم التجسس على المسلمين، وإلا لأطبع منه 1,000,000 نسخة، كل ما علمت بواحد بالأمن القومي ولا الأمن السياسي ولا الجواسيس أوزع لهم من هذا الكتاب إن كانت لهم عقول تفهم من الكبائر والعظائم التي يقعون فيها. ومنهم رجال صالحين معه كلهم،
والله فيهم رجال يعني عنده صدق وعنده أمانة، لكن الكثير الكثير يكذب ولا يتورع عن الكذب، والله المستعان. الشيخ مقبل خرج من السعودية، اليمنيون قالوا هذا عميل للسعودية، هذا وهابي. الشيوعيون قالوا هذا كذا وكذا. الأخوان المسلمون قالوا هذا عميل للحكومة. الرافضة قالوا هذا ناصبي، ما سلم من فرقة من الفرق. والله عز وجل رفعه وأعلى شأنه، ومات وهو إمام عند أهل السنة وعند المستقيمين. فلن يرضى عنا المبغض ولو انخلعنا من ثيابنا. قال واحد كان إذا نزل بغداد يضيفه أحدهم ويكرمه، كان يقول آه لو أتيتني سابور لرأيت ما أفعل بك، لأكرمنك وأردن لك الجميل. المهم الرجل يوم من الأيام ذهب إلى نيسابور، قال يا جماعة معي صاحب هنا، من يعرفه من يعرفه؟ قالوا هذا هو. وصل قال له عرفتني؟ قال لا ما عرفته. قال لعله بسبب السفر. خلع العمامة، عرفتني؟ قال ما عرفته. خلع الجبة، قال عرفتني؟ قال ما عرفته. يفعل كل شيء. قال له لو انخلعت من ثيابك ما عرفته، يعني هو ما يريد يعرفه أصلا. فعند ذلك رجع من حيث أتى. فالشاهد بعضه ما يريد يعرف الحق، إلا الحق معروف، بالذات أهل السنة يستطيع الجاسوس أن يدخل بينهم الصباح، يصلي الفجر، يقرأ معهم قرآن، يؤدي الأذكار، يصلي الضحى، يستأذن الغداء الظهر، يقول والله اليوم ما استطعت أروح عند أهلي أتغدى معاكم، وبعد الظهر يعمل له لفة داخل المسجد، ينظر ما يفعلون. لكن ما هم حول هذا. نسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر وأخذ بناصيته. والله أن البغي على أهل السنة نذير شر. أقسم لكم بالله أن علي عبد الله صالح كان يستتب وضعه حتى نقول قد قد، فيرسل الجواسيس إلى دماي، سلموا الغرباء، سلموا هؤلاء، وما تبات الليلة الثانية إلا ومعه ثورة عليه وقلقلة، ويرجع إلى أهل السنة، يرتاح لكلامهم، يرتاح لخطبهم، يرتاح لمحاضراتهم، يرى أنهم ما هم حوله. يجلس سنة أو سنة ونصف ورجع إلى ذاك الحال، ورجع له ذلك الحال. أقولها لكم والله أني رأيتها مرارا. كنا إذا رأينا الأمن السياسي يصل إلى دماج يطالب بالغرباء أنه في نفس اليوم أو اليومين يقع للدولة أمر يشغلها عنا. ولما تمالأ الناس على دماج ووقع لهم ما وقع، راحت الدولة كلها، تهجرنا من دماج وتهجرت اليمن كلها. والآن والله نفس الخبر، إن لم يتوبوا إلى الله ويؤوبوا إليه أننا نخشى أن تلحقهم العاقبة. اتقوا الله، من استمر منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. إن لم تدافعوا عن أهل السنة وطلاب العلم فلا أقل من كف الأذى عنهم. إن الله لا يهدي كيد الخائنين.